الآن بعد أن سجلت الدخول إلى جهاز كروم بوك الخاص بك، بإمكانك تفقد أمر البطارية والاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بك من خلال استخدام هذا الشريط هنا في الأسفل. انقر وبإمكانك الاتصال بشبكة الواي فاي من خلال النقر على هذا الزر هنا واختيار الشبكة الخاصة بك. بإمكانك الاطلاع على عمر البطارية هنا في الأسفل لمعرفة العمر المتبقي. بإمكانك زيادة الصوت أو خفضه، وبإمكانك أن تجعل الشاشة أكثر أو أقل ظلمة حسب ما تفضل. بإمكانك أيضاً الوصول إلى جوجل كلاس روم عن طريق النقر على هذه الأيقونة هنا. بإمكانك أيضاً الوصول إلى جوجل كروم عن طريق النقر على هذه الأيقونة هنا. بإمكانك أيضاً البحث عن الأشياء عن طريق النقر على هذه الدائرة هنا وطبع ما الذي تبحث عنه. إذا كنت تبحث عن تطبيق موجود أصلاً في كروم بوك، بإمكانك استخدام دائرة البحث هذه هنا في الأسفل. انقر على السهم وابحث عن التطبيق هنا، على سبيل المثال جوجل سلايدز. بإمكانك أيضاً الوصول إلى تطبيقات جوجل من خلال متصفح كروم واستخدام الأيقونة التي تشبه الكعكة المنقوشة وافل في الزاوية هنا، والانتقال من خلال التمرير سكرولينج لإيجاد ما تبحث عنه. عند الانتهاء بإمكانك العودة إلى الأسفل هنا والنقر وتسجيل الخروج من جهاز كروم بوك.